بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون والله متم نوره ولو كره الكافرون
كافرون الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر شانئك هو الأبتر صدق الله.